السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا فيما مضى عن القسطرة التشخيصية، وقلنا هي إجراء آمن وسهل. طبعا بعد إجراء القسطرة التشخيصية سننتقل إلى مرحلة العلاج. بعد القسطرة التشخيصية عندنا 3 أو 4 احتمالات. أجرينا القسطرة التشخيصية، ما هي احتمالات العلاج فيما بعد؟ طبعا قد تكون الشرايين نظيفة ولا يحتاج المريض إلى أي شيء، قد تكون هناك إصابات خفيفة، تضيقات تحت 50% في الشرايين، المريض يحتاج إلى بعض الأدوية والمراقبة. قد تكون هناك إصابات أكثر من 50%، طبعا حسب عدد الإصابات ودرجة شدة هذه الإصابات عندنا خيارين، إما انتقال إلى التصليح التداخلي عن طريق القسطرة نفسها، تتحول من قسطرة تشخيصية إلى قسطرة علاجية، وهذا هو الآن الشائع وهذا هو الآن الذي يعمل عليها عالميا، أو الاحتمال الثاني وهو عملية القلب المفتوح أو تصليح شرايين القلب عن طريق زرع شرايين أخرى مأخوذة في مناطق أخرى على شرايين القلب. طبعا الفضل لله انه صار في تقدم كثير في مجال القسطره التداخليه والقسطره العلاجيه، واصبحت الحاجه الى عمليات القلب المفتوح في الحد الادنى، حتى في بعض البلدان شبه انتهت. القسطره العلاجيه هي نفس القسطره التشخيصيه، لكن نستبدل الانبوب الذي تم فيه التشخيص بانبوب اكبر لادخال مواد التوسيع. تجرى كما تكلمنا عن طريق الساعد أيضا، وليس في حاجة إن ندخل عن طريق الشريان الفخذي أو مناطق أخرى. تجرى القسطرة العلاجية بالكامل عن طريق الشريان الساعد، الشريان الكعبري. طبعا يختلف حجم القسطرة حسب حجم الأدوات التي نحن نحتاج إلى إدخالها، هذا الطبيب الذي يحدد هذا الموضع. القسطرة التشخيص العلاجية أيضا هي تحت التخدير الموضعي، لا يحتاج المريض إلى تخدير عام. القسطرة لا يوجد فيها ألم إلا ألم خفيف أثناء نفخ البوالين. طبعا لما نقول قسطرة علاجية معناتها نحن سندخل بالون أو دعامة، هو على الأغلب دعامة، لأنه كنا من قبل ندخل فقط بالون لتوسيع الآفة وثم نسحب البالون، لكن رأوا فيما بعد أنه توسيع لوحده المريض ستعود إليه تضيق في وقت قريب، فبعد كل توسيع الأفضل نزرع دعامة حسب قطر الشريان وطول الشريان، ونحدد نوع. طبعا هناك عدة أنواع للشبكات، طبعا هو الشائع هو الأفضل هو الشبكات الدوائية، طبعا هناك جيل قديم هو الشبكات المعدنية، قديم ما تستخدم الشبكات الدوائية، أصبح منها 3 أجيال تختلف في مواصفاتها وفي المادة الدوائية التي هي مطلية فيها والتي هدفها منع عودة تضيق الشبكة. طبعا هناك جيل جديد من الشبكات أو الدعامات أو الستينتات كما يطلق عليها، هي الشبكات الممتصة أو الدعامات الممتصة بالكامل والتي تغيب تماما بعد سنة، والتي هي الآن في طور التجريب والنتائج عن عليها ما زالت غير نهائية، لكن نتائج مبشرة وكبيرة. المريض بعد إجراء القسطرة التشخيصية قد القسطرة العلاجية قد نحتاج إلى تصليح شرايينه على مرحلتين أو على مرحلة واحدة حسب الإصابات الموجودة، فمعظم المرضى نجري لهم الإصابات على مرحلة واحدة، أما المرضى اللي عندهم إصابات سكري أو مشاكل في الكليتين ونخاف من طول العمل العملية لأنه نخاف من المادة الضارة التي تستعمل أن تعمل لنا ضرر على الكليتين أو تحسس أو أي شيء آخر، قد نقسم القسطرة العلاجية إلى مرحلتين، لكن في معظم المرضى تجرى القسطرة التشخيصية العلاجية التشخيصية والعلاجية في نفس الجلسة ولكل الشرايين. القسطرة العلاجية آمنة، يستطيع المريض في نفس اليوم يطلع أو يبقى يوم بعد 12 ساعة أو 24 ساعة فقط للمراقبة. طبعا عندما بعد زرع الشبكات أو الدعامات يجب المريض أن يلتزم، وهي مهمة نقطة جدا جدا، بالأدوية التي يعطيها له المريض الطبيب وخاصة مميعات الدم، لأن عدم التزامه بها قد يعرض هذه الشبكات للتضيق في وقت غير متوقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.